هذا جانب مهم جدا في ظل التحول الرقمي أيضا الذي نشهد على كافة المجالات. بتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع الأستاذ صدقي أبو ظهير، باحث ومستشار في الإعلام والتسويق الرقمي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يمكن مثل ما ذكرت في البداية، نحن في عصر التحول الرقمي بكل المجالات وعلى كافة الأصعدة، بالتالي الذي يتبادر اليوم للذهن، البعض يستعين بخبراء الرقمنة والبعض يبحث عن طبعا إجابات لاستفسارات حول كيف أتصدر هذه المواقع، كيف أعلن عن تسويق لأي منتج أو لأي محتوى ممكن أقدمه عبر الرقمنة بشكل عام. بالبداية صباح الخير لكم، يعطيكم ألف عافية على برنامجكم الجميع، لبسابتكم الرائعة، على اللقاء والضيافة الرائعة اللي في شباب في تلفزيون فلسطين. الموضوع اللي بتطرحوه رائع جدا، لأنه مشكلة الإعلانات صارت بعد التحديثات اللي صارت ب 17/3/22 عام 22، غيرت نوع من الأودينس داخل اللي هو الجمهور في تركيبة بناء الأودينس داخل منصات ميتا. ميتا بتحاول بسبب المشاكل القائمة بينهم ما بين أبل في عدم حالية التتبع، لأنه أجهزة الجوال زي آيفون أو زي الأندرويد تقدر أنه كانت فيسبوك تتبع نشاطاتنا وسلوكنا، فكان سهل الوصول للجمهور. بعد المشاكل اللي حصلت بينهم صار في مشكلة في كيف أنا أوصل للجمهور اللي بدي أبيع فيه المنتج تبعي أو أقدم فيه الخدمة تبعتي. فصارت التحديثات اللي بسنة 22 غيرت مفاهيم كتيرة جدا، شالوا منها العرق والدين واللون والجنس والتفاصيل الصغيرة اللي ممكن تتوقعوها بشكل كبير. فصارت الإعلانات صعب تنفيذها بالشكل الصحيح، صارت بعض المؤسسات والمحلات التجارية ما تقدر توصل لنتائج الإعلان تبعها أو النتائج في البيع، يعني نسميها كتسويق. فكان لابد أنه ميتا تحاول تحط طريقة جديدة اسمها، أو هي موجودة لكن طوروها، اسمها الاستهداف التفصيلي. هي عملية أنه أنا شو بتهتموا في حياتكم اليومية، شو بتهتموا في حياتنا العامة، يعني ناس تهتم بالفاشن، ناس تهتم بالسياحة، ناس تهتم بالأمور الطبية من كسيرفيس، ناس تهتم بالأمور الخاصة بالإعلام أو بمتابعة التلفزيونات أو الأفلام أو المسلسلات. هاي الاهتمامات بنكون احنا حاطينها على منصاتنا. اذا انتم بتلاحظوا بتفتحوا حساب على الفيسبوك او انستغرام، بطلب منك بقول لك شو الانترست تبعتك انت، هاي بكون هدف ميتا انه حاول ياخذها منك، لانه مش عارف ياخذها من الجوال بسبب المشاكل اللي ما بين ابل وما بين فيسبوك. فبروح بياخذ هاي الاهتمامات وبيعملها تجميعة كاملة، فبشوف فيها الملايين 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 اللي بتتجمع هاي الاهتمامات. بناء الإعلان بصفي عند المستخدم اللي بده يعمل إعلان من خلال الجوال، بيفتح جواله وبده يعمل إعلان، صح تتوفر موضوع الاهتمامات لكن مش بالطريقة الصحيحة. لهيك في شيء اسمه الاستهداف المخفي داخل ميتا، هو اللي بيخلي يبني الجمهور بالطريقة الصحيحة، وأقدر أعرف سلوكه وأعرف تفاصيله بحيث أنا أقدر أبيع المنتج والخدمة بشكل صحيح. يعني أستاذ صدقي، أنت بتحكي عن مصطلح ما بعرف إذا صحيح، ولكن اسمه نية المستخدم، اللي أنا من خلاله بقدر أعرف هذا المستخدم بشو بفكر، بصير أفكر زي الناس اللي أنا بدي أستهدفهم أو الجمهور اللي أنا بدي أستهدفه على أساس أوصل للجمهور الصحيح. ولكن سؤالي إنه إحنا لازم نحدد جمهورنا على أساس إنه الجمهور الصحيح، أيضا هذا المصطلح الأهم، أختار الجمهور الصحيح عشان أعطيه المحتوى الصحيح أو الخدمة الصحيحة، خاصة في وقت صار في الكثير من الطرق المتاحة للترويج. في ناس بتستعمل إعلانات ممولة، ناس بتستخدم مؤثرين على مواقع التواصل. صحيح. أهمية ذلك وكيف بنعكس على المحتوى اللي احنا بنقدمه. هلا في اختيار الجمهور بدك تحددي الأعمار، مهم جدا، وطبعا نوع المنتج أو الخدمة اللي بتقدمها، هل هي موجهة للرجال والنساء ولا موجهة لكلا الجنسين. فمهم جدا تعرف من خلال الإنسايت تبع الصفحة تبعت اللي هي الرؤى بالعربي، الرؤى اللي خاصة بكل صفحة، نعرف تفاصيل مين بتابعنا من الجمهور، ومن خلال المنتج أو الخدمة بالأخص السيدات النساء تواجدهن على الانستغرام. يعني اللي بدها تفتح مشروع من خلال تلفزيون فلسطين، بدها تفتح مشروع ناجح ما بين الفاشن والأكل والشرب، خلينا نحط هيك كمان الفاشن والأكل والشرب، أو موضوع السياحة أو التصوير، ناجح جدا في الانستغرام. مش كل البزنس بينفع يكون في الانستغرام، فبكون سهل توصل للجمهور السيدات اذا المنتج يتطابق مع مفهوم تركيبه الانستغرام. تعرف الانستغرام صور جميله، مناطق جميله، حياه رفاهيه،
افلاطونيه خلينا نسميها، هذا تبان فيش مشاكل بتحسوا على على الانستغرام، لكن الفيسبوك طبعا بتحسوه اجتماعي وشعبي اكثر، اكثر شموليه، واكثر شموليه، في بتشوف المنيح والسيء وكل التفاصيل يعني، لكن بتحسوه انه فعلا زي ما حكيتي انت اكثر شموليه. فنوع المنتج ونوع الخدمه اللي بيفرض عليك وين بدك تبيعي الخدمه اللي بدك اياها. نقطه ذكرتيها لفت انتباهي لها كمان، انه النيه كيف بدي اصيد الجمهور تبعي. اعتقد ميتا هلا عمالها بتتطور بحيث انه يستخدموا الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي البرنامج اللي طلع، ويحاولوا يوصلوا للجمهور من خلال الذكاء الاصطناعي، من خلال سلوكك، من خلال اهتماماتك، من خلال وقفتك على وانت ماسكه الجوال نطلع او ننزل. اذا وقفتي تقريبا فوق الثلاث ثواني بالضبط في شيء لفتك، هذا بيكون لفتك. هلا هو بصير الخوارزميات تقول هاي هون اهتمت، فبصير يعمل لك سجستت يعني اقتراحات، تشوفي مثل هاي الفيديوهات او الاعلانات او البوستات، حتى بصير يطلع لك هل انت مهتمه تشوفي مثل هذا البوست؟ يعني بصير يعطيكي هذا الاقتراح. اعتقد انه الذكاء الاصطناعي راح يفوت في موضوع الاعلانات قريبا، لانه عندهم مشاكل جدا انه في عمليه حصر الجمهور، لانه اذا كان الجمهور مش متوفر فراح يكون الاعلان مش صحيح وانا راح ينجح على هاي المنصات. نقطه كمان ذكرتوها من خلال بدايه الاعلان انه كيف اوصل للجمهور. المنصات التواصل الاجتماعي احنا بنبحث فيها عن الجمهور، انا ببيع منتج، ببيع خدمه، بدي اعمل اعلان عشان اوصل للجمهور وابيع منتجاتي لازم احطه في منصات التواصل الاجتماعي. اذا بدي الناس هي تدور علي بروح بحطه في جوجل. نعم. في نوعين من الإعلان، ناس بتدور علينا وفي نوع إحنا بندور فيها على الناس. نعم، هذا جانب مهم جدا. طيب بدي أفترض إنه أنا صاحب الشركة أو عندي منتج إن شاء الله. خلاص تمام. تمام. فمهم جدا موضوع المحتوى. جداً. إنه أنا كيف بدي أقدم هذا الكونتاكت للمتابعين، للجمهور اللي أنا بستهدفه. أصعب سؤال. أصعب سؤال. بيعتقدوا المجتمع الرقمي والمستخدم الرقمي انه نجاح الحمل الاعلان او نجاح بيعي اللي بدي ابيه من الاعلانات المموله. صحيح ما بنكرش، لكن اذا قلت لك من فوق ال 80% اذا بدك تبيعي بدك تبيعي بسبب النص. نعم. ما بنفع يعني برنامج هذا الصباح. نعم. طريقه وصفكم ليله، طريقه المخرجات تبعته، طريقه التقديم تبعتكم، طريقه الاخراج اللي بنشوفها على منصات التواصل الاجتماعي. لفتت كم نوع من انواع الجمهور. هذا مهم جدا حتى انتم توصلوا لمجموعه من الفئات، انتم ما وصلتوش لفئه معينه، الصغير للكبير بالاصناف بالالوان بالاشكال كلها بدكم توصلوها. المنتج حتى انا ابيعه ما بنفع اقول لهم هذه الكاسه هاي صالحه للشرب، انا عارف انها صالحه للشرب. بس انت قول لي انه بس كيف بدك تلفت انتباهي انه انا بيسالنيش مواصفاتها مصنوعه من بلور، ما تقول لي انها مصنوعه من ازاز غير قابل للكسر، ما انا عارف انه في ازاز غير اعطيني شو بدي استفيد، شو الفائده اللي بدي اخذها منها. ويمكن بهذا الجانب تحديدا ممكن اوفر مي منها، تخيلي. صحيح. ممكن تخيلي على سبيل المثال يعني يمكن في هذا الجانب تحديدا انه له علاقه باختصار الكلمات، لانه كثير اليوم الناس بعدت عن الكلمات الطويله الصوره، يعني ممكن صارت الصوره واقتباس الكلمات بالمحتوى اللي بعبر عن هاي الصوره او عن هذا الفيديو، هذا جانب مهم جدا يمكن احنا كمستخدمين حتى بنتابعه جدا، لانه صارت الفكره بدي ابيع مش الفكره كيف بدي ابيع. صارت ما في عندي مجال، ما بعطينا ما بنعطي وقت للمنتج تبعنا او الخدمه اللي بنقدمها كيف نوصفها بالطريقه، مش نوصف نشرح شو الفوائد. يعني انا بدي ابيعك حل بغض النظر شو المنتج، كيف بدي اقدم هذا المنتج، بدي انا عندك مشكله بدي ابيع لك انا الحل تبعها. على سبيل المثال انا بقدم تسويق الكتروني، انا بقول عندك مشكله في اعلاناتك مش عارف توصل للجمهور، عندك مشكله في بناء الحمله الاعلانيه، مش عارف كيف تتعامل مع منصه ميتا على سبيل المثال. انا بطرح مشاكل عشان اقول لك انا بدي يعني الحرب. استاذ صدقي هيك نظرا لضيق الوقت خطا بقع فيه الكثير من الناس، وهو انه كمان الترويج المبالغ فيه ممكن يفقد المنتج او حتى المحتوى، مش ضروري منتج، ممكن انا بقدم معلومه يفقده مصداقيته. انا من الناس اللي بشوف تمويل لاعلان مدفوع او مثلا استعنت ببعض المؤثرين ليحكوا عن منتج معين اشك بمصداقيته، فكيف ممكن احنا نتجنب الوقوع بهذا الخطا على اساس انه جمهورنا يكون عنده ثقه بالشيء اللي احنا بنقدم له اياه. كل جوال فينا معك ومعها ومعي ومع الزملاء اللي بيتابعوا حتى الاستاذ اللي ورا الكاميرا في تطبيق اسمه جوجل،
من خلال جوجل في كاميرا صغيرة موجودة على طرف في نفس محرك البحث، تقدر تضيف المنتج أو الصورة، يعني تاخذ كابشن صورة وتضيف الصورة جوا جوجل ويعمل لك عليها سيرش تلقائي، بيعطيك تفاصيل هذا المنتج، من وين مصدر هذا المنتج، شو سعر هذا المنتج كمان بيكون متوفر، وبتاخذي كمان مين ممكن الوكلاء اللي له سواء بالضفة الغربية بفلسطين أو حتى بالخارج، وتعرفي هل هذا المنتج فيك أو حقيقي. نعم. بكل سهولة. مهم جدا. نعم، معلومات جدا مهمة بالتأكيد، وخاصة أنه إحنا صرنا نحكي عن مجتمع مليء بمواقع التواصل جداً. الاجتماعي مليئة صارت بالمعلومات مش بس بالمنتجات جداً. حتى تقديم المعلومة مرات صار لازم نتأكد، في ناس بتطلع تعطي معلومات طبية، معلومات عن التغذية، فضروري نكون إحنا واثقين جدا. هذا خطر كبير، هذا في مجتمعنا التواصل الاجتماعي اللي هو عدم المصداقية في المعلومة. النسخ واللصق أثر كتير في مجال الإعلام، زملائنا الصحفيين كتير بتضرروا في بعض المعلومات اللي بتوصل وبتعمل تضليل وتشويه، صحيح، وبتعمل إرباك للمجتمع. شكرا جزيلا أستاذ صدقي أبو ظهير على كل هذه المعلومات وكل هذه النصائح أيضا في هذا الجانب في ظل التحول الرقمي اللي ذكرنا بتفاصيله بأكثر من مرة. شكرا لك. شكرا لكم. نعم، شكرا لوجودك معنا اليوم. احنا مشاهدينا وصلنا لختام فلسطين هذا الصباح، بنذكركم انه حلقتنا وجميع محطاتنا موجودة على صفحتنا فيسبوك. نعم، بالإمكان العودة لها وحتى يتجدد